كنت هنا العام الماضي والحقيقة الأجواء جد مميزة. سعيد بحضوري في كل سنة إلى هذا البلد الرائع، واستمتع دائما بالحضور المتميز للاعبين الذين لم أقابلهم لسنوات بحكم انشغالاتنا. بالنسبة للمنتخب المغربي فأظن أنه منتخب جيد وأبنى عن ذلك خلال مونديال روسيا الأخير، شيئا فشيئا سيقدمنا الأفضل. يتوفر المنتخب المغربي على نجوم كبار يبرزون في أوروبا بشكل غير متوقع. أعتقد في المستقبل أن يتطور المستوى في أي مسابقة خارجية، فهنا الناس في المغرب يحبون كرة القدم ويعيشون من أجلها.